شوف قبل شوي كان على اللو بعدين متوسط الحين نرفع لكم على هاي. ابو بندر شو اخبارك حيلان يا ابو بندر؟ وصار عليك حيلان والله كثير من التعليقات الشباب اللي يسالون عنك حيلان. لك حيلان ابشرك طيب اموره زينه، هذا هو قدام عيونك سويت عليه بعض التعديلات مضبوط. طيب يا ابو بندر وش اللي سويت؟ انا انت تذكرون موتر قبل برمجه ومغير فلتر ومغير هيدر قبل 4 سنوات ولا سويت للبرمجه الاشياء هذه صيانه ابد، بس تنظيف فلتر وغير الصيانه اللي حقت السياره لانها سويه، بس تخبرون انتم اي اذا صار موتر مبرمج لازم تسوي له بعد صيانه تشيك على البرمجه وكل شيء. انا سحبت عليها هالبرمجه بوريكم مقطع صلحته الحين كل شيء ضبطته الحين رافع الاحصنه على الماكينه 403 حصان ما شاء الله تبارك الله. التجربه والاداء لازم نوديه نفود، لحد الان انا ما رحت نفود ولا جربته بالنفود، ما له الا 3 أيام و4 أيام طالع الموتر. بس بوريكم اشياء بسيطه الين طلعت النفود بعلمكم كل شيء باذن الله. غيرت الفلتر، غيرت القزوز والدبه كت باك كامل، الكت باك الهدر طبعا دكتور اللي من اول مصنع تو جديد مختص بالكت باك لاغلب السيارات. بعلمكم كل التفاصيل بس بهذا الفيديو لمحه سريعه للي مشتاقين لك حيلان. الحين اوريكم مفتاح الكبوت. شوفوا شوفوا طفي الموتر حسن. هذا الفلتر شوفوا دي دي ار كاربون فايبر مفتوح، اللي قبل ما كان مفتوح. اللي قبل تخيلوا عزم الموتر، عزم الموتر متغير عليه 180 درجه. كان فيه اذا ضغطت بحط لكم مقطع، اذا ضغطت هنا يدخل نفس هذا يدخل مع الهواء يسحب الهواء. فبسبت اني ما انتبهت ولا ركزت ولا انتبهت لصيانه نفس الفلتر والاشياء هذه الاساسيه للتاديب. عند مين يا ابو بندر؟ بعلمكم كل شيء ان شاء الله باذن الله. صوت الموتر الحين بفتح لكم الدبه بكم تسمعون الصوت بشكل سريع. بسمع لكم صوت تشغيله. هذه الدبه مسكره. بوريكم الكت باك. شو مقزوز. كامل بوريكم مقطع صغير وسريع عشان تشوفون الكت باك. عطنا دعسه. واحدة ثانية. الصوت فخم ولا هو مزعج وتحسه متناسق على شكل الموتر. يلا ادعس. الحين مسكر الدبة، حتى مسكر مو مزعج وناعم وفخم. بوريكم الحين الريموت. اي الريموت طبعا الريموت الاوف يفتح هم عكسينه يعني عاد انت على كيفك على المتعود. انا كنت متعود على اون يعني يفتح وهذا عكس، بس كذا الحين انا ضغطت على الاوف شغاله. ادعس. سكر. ادعس. بس وفي شيء ثاني غير نسيت اقول لكم بعد كفرات البوف قدر ايش بعد جنوط مثد. تذكرون اللي كان عندي برايد حطيت الجنوط مثد ومقاس الكفرات دائم شوف بسناب يسالون عن مقاس الكفرات. هذا هو 285 على 70 جنط 17. هذولي خذيت من مركز 4x4. حط لكم رابط تقدرون تستفسرون عن طريق الرابط، عن طريق الرابط او الجوال الواتساب ان شاء الله حق مركز 4x4 والتفاصيل والاشياء الثانيه التعديلات والتجهيزات. وباذن الله ناوي على شيء اكبر ان شاء الله باذن الله، بس هذه مبدئيا بعض الاشياء والتفاصيل ان شاء الله في الجزء الجاي ان شاء الله. تحياتي.